نعم، الكل يعرف أنه منذ عشرات السنين هذا النظام قام باعتقال وباغتيال المعارضين وبقتل الأبرياء في مختلف الدول، لكن نحن في الوقت الحالي بشكل خاص نطالب الحكومات حتى تضع هذا النظام في القوائم الإرهابية، وحتى بهدف تجفيف المصادر المالية للعمليات الإرهابية، ونطلب أن يقوموا بإدراج أسماء محددة لمن للمتورطين في هذه الجرائم، حتى تكون العملية عملية مؤثرة وفاعلة. عينك على العالم.